لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سأبدأها بقصة ربما تشدنا جميعا. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه: وهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية الكريمة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، الآية 110 من سورة النساء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذه الآية وأرسل إليه وقرأها عليه، ففكر مليا ثم قال: يا محمد، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؟ وهذه الآيات من سورة الفرقان يشير إلى الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يقول: أنا صنعت كل ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل. فأنزل الله تعالى آية أخرى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فجاء فتلاها عليه. هنا قال الرجل: هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الرجل. فأنزل الله تعالى آية ثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء الرجل وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فنظر ثم قال: فلعلي ممن لا يشاء الله، فلا أدري يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل. فأنزل الله الآية الرابعة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا قال الرجل: نعم، الآن لا أرى شرطا. فأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هذا الرجل؟ وما هذه اللهفة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلم؟ وما هذا الكرم والعطاء من الله تعالى ليقبل هذا الرجل ويتوب؟ إذن حلم الله عظيم علينا وعلى كل فرد منا. هل هو زعيم؟ هل هو أمير؟ هل هو شريف؟ لا لا، بل هو عبد فقير أسود مجرم قاتل حمزة، وقد فعل كل الكبائر، إنه وحشي. يقول وحشي: فصافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناني، فقال الناس جميعا: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي. هل هذه الآية لوحشي خاصة؟ لا، هي للمسلمين عامة. وحشي طبعا فيما بعد أسلم وروى أحاديث كثيرة وشهد اليرموك وسكن حمص ومات بها. إذن الله تعالى يتوب على العبد مهما فعل ومهما كان ذنبه. كان هذا سبب نزول الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه هي الآية محور حديثنا في هذه الحلقة. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت من لم يدع سيئة إلا عملها ولا خطيئة إلا ركبها، ومن لو قسمت خطاياه على أهل المدينة لغمرتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهم النبي أنه هو صاحب السؤال، قال: اذهب، فقد بدل الله سيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ الغدرات والفجرات هي كل ما يفعل الإنسان من شر. فقال النبي: وغدراتك وفجراتك ثلاث مرات. فولى الشاب وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. اسمعوا معي هذا الحديث. عن أبي ذر قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها،
فتعرض عليه صغار الذنوب، فيقال عملت في يوم كذا وكذا وكذا، ويقول يقال له أيضا عملت في يوم كذا كذا وكذا وكذا، فيقول نعم. بالطبع لا يستطيع أن ينكر ذلك، وطبعا هو واقف ومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة أبدلها الله تعالى لك. فيقول يا رب قد عملت أشياء أكبر من هذا لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن تكلمنا الآن عن أسباب نزول الآية، الآن نتكلم عن تفسير هذه الآية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، السوء هو الذنب، يسوء به غيره بأن يسرق أو يكذب على غيره. أما ظلم النفس فهو العمل أو الذنب المقتصر على نفسه بأن يشرك بالله تعالى أو يترك صلاة أو ينشغل بالدنيا والمال عن العلم وعن رضا الله تعالى وعن مجالس الإيمان ومجالس الذكر. يقول سفيان الثوري في تعريفه للكبائر والصغائر، له تعريف جميل جدا أحب أنا أن أذكره دائما، يقول الكبائر هو كل ذنب فيما بينك وبين الناس، أما الصغائر فهو كل ذنب فيما بينك وبين الله تعالى، لأن الله يغفر، أما الإنسان قد لا يسامحك، قد لا يغفر لك، فلن يغفر الله لك إلا أن يغفر لك الذي ظلمته أو أخذت حقه. إذن نعود للآية، ثم يستغفر الله، يعني بالتوبة، يتوب إذا ظلم نفسه أو أساء إلى نفسه أو إلى غيره، يتوب بالتوبة، فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع. لذلك قال تعالى يجد الله غفورا رحيما، إذا كان استغفرت وتبت من ذنبك سواء كان فيما بينك وبين الله ومن فيما بينك وبين الناس، سألتهم العفو، أصلحت ظلامتك معهم، فإن الله تعالى يتوب عليك من الذنب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات ومن الأرض ومن الجبال. غفور يعني تام المغفرة، يغفر غفرانا تاما كاملا يبلغ أعلى درجات المغفرة، هذا معنى اسم الله تعالى الغفور. وأصل الغفور طبعا الغفر هو الستر، الله تعالى غفر الذنب أي ستر هذا الذنب. والغفار والغفور من أسماء الله تعالى، وهي صيغة مبالغة تعني أن يتكرر هذا الغفران من الله تعالى. فإن كنت ظالما فالله تعالى يعاملك باسمه الغافر، وإن كنت ظلوما كثير الظلم فالله تعالى يعاملك باسمه الغفور، وإن كنت ظلاما فالله تعالى يعاملك باسمه الغفار. تكرر أسماء الله تعالى أو اسم الله تعالى الغفور في القرآن الكريم 91 مرة، هذا دليل على أن الله تعالى دائما يفتح لك أبواب التوبة لتتوب ولتعود. وأحببت أن أبدأ برنامجي هذا بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله تعالى لننظف قلوبنا ونخليها من الذنوب، لنبدأ ونحليها بآيات القرآن الكريم. إذن تحدثنا عن سبب نزول الآية وعن تفسير هذه الآية، ثالثا أتحدث عن تفاعل الصحابة مع هذه الآية. يقول عبد الله بن عمر هذه أرجى آية في القرآن، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا كانت أرجى آية في القرآن فإذا هي دعوة من الله تعالى لك ولي ولكل الناس أن تعالوا واعملوا بهذه الآية، تعالوا توبوا، تعالوا استغفروا. روي عن ابن مسعود أنه قال 5 آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا. لاحظوا أن الصحابة كانوا يستشعرون آيات القرآن ويحبون هذه الآيات ويميزون بين هذه الآيات بحسب إيمانهم، بحسب يقينهم، بحسب تجليات الله تعالى عليهم. قال الآية الأولى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الثالثة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
والآية الرابعة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الخامسة: والذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذا نحن إذا قرأنا القرآن، هل نتذوق آيات القرآن ومعاني القرآن كما تذوقها الصحابة؟ الصحابة أيضا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بهذه الآية، وهذه العهود سطرها الإمام الشعراني في كتابه العهود المحمدية، وقال بأن الصحابة عاهدوا رسول الله ونحن أيضا يجب علينا أن نعاهد رسول الله. لذلك أحببت أن أقتطف من هذه العهود عهدا كما فعل الصحابة وعهدا نعاهد نحن أيضا رسول الله. يقول على لسان الصحابة وكأن الصحابة يقولون، يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواظب على صلاة التوبة كلما نذنب ذنبا وإن تكرر ذلك الذنب في كل يوم 70 مرة أو أكثر. إذن الصحابة أخذوا هذا العهد على أنفسهم، وأصبحوا كلما فعل منهم أحد ذنبا تاب إلى الله تعالى وصلى صلاة التوبة وعاد وعرف بأن الله تعالى يقبله وأن الله تعالى يغفر له ويمحو. الفكرة جميعا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية في عهد نحن لنا نقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف أمام الله تعالى الذي يراقبنا، ونعاهد الله تعالى أن نكون ونأخذ علمنا من العلماء، ونعاهد الله على أن نتوب دائما في كل ذنب نذنبه. للأسف كثير من العلماء يقنط الناس في التوبة ولا يفتح لهم أبواب التوبة، ويقول أذكر قصة: جاءت امرأة إلى أحد الصالحين فسألته عن امرأة، قالت له أن هناك امرأة فجرت فحملت ولما ولدت قتلت ولدها، ذنب كبير، زنت وحملت وقتلت الولد. فقال لها ذاك الرجل أو ذاك العالم: ما لها إلا النار. فالمرأة انصرفت وهي تبكي، فدعاها النبي، فدعاها الرجل أو هذا العالم وقال لها، عرف أن هي صاحبة القصة، فقال لها: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت المرأة عينها ثم مضت. وأتمنى في هذه الحلقة بعد أن سمعنا هذه الآية أن نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوبة من كل ذنب، إن أذنبت أنا وإن أذنبتم أنتم فباب التوبة مفتوح. لذلك أنا أعاهد الله تعالى وأنتم معي، من شاء منكم ومن استطاع منكم أن يتوب إلى الله تعالى من كل ذنب.